وإن شاء الله يغفر له الله بإذنه تعالى ويسكنه فسيح جناته. وأقول أيضا هذا غصن آخر من أغصان الشجرة المباركة التي زرعها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توارد في الوقت الذي أمر به رب العزة والجلال بعد أن أدت واجبها تجاه دينها ثم مليكها وقتها الغالي. وهذه الشجرة المباركة بها أغصان قوية مؤمنة بالله ستحمل الراية من بعد الأمير نائب عبد العزيز لتواصل هذه المسيرة. وهو اليوم يتولى سمو سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد، وإن شاء الله هذه الدولة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها برجالها وبشعبها وبإيماننا قبل كل شيء بالله عز وجل.